اللي اغتنم زهر عمره بالحرم وصل لكل المودي فطر الصايم ولك مثل اجره فطر الصايم ولك مثل اجره بالحرم اجر كبير لكل حاج وما تمر فاض عمره يا ديار عامره خير للدين يا قلوب واهب البيت زهره يا قلوب جمهورنا الغالي من امام الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي انا علي برويه من روشن تك روشن 19 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في الحلقه الماضيه كان معنا نجوم أبدعوا في هذه الحلقة وأول الداخلين علينا من هالنجوم عبد العزيز مغير عليكم السلام يا حبيبي أنا شاب أنت بالذات يا حبيبي كيف الحال؟ الحنيني طيب سريع صحيح كيف الحال؟ شحالك عبد العزيز؟ بنعمة بشرني عنك عطني الشاشة اللي قدامي هنا شلونك عبد العزيز؟ بنعمة كيف البرنامج معك؟ تب اللهم لك الحمد تمام؟ ماشي يا مرحبا يا هلا وسهلا ابو ناصر يا مرحبا تعال اقرب وين بتروح يا سلام يعني حجزته بوديوم النصر يعني يا سلام بس شغل مايكك جمهورنا الغالي في الحلقه الماضيه كان معي النجوم وتنافسوا وانتم الاساس في هذه المنافسه بحيث انكم قدمتم فشكرا لكم ثمار ما قدمتموه اليوم يبشرون الشباب يقولون في شيء مفاجأة بنشوفها اليوم في روشن 19 الحملة اللي هي حملة جمهور قناة الواقع لإفطار الصائمين في ساحات الحرم المكي الحمد لله وصلنا اليوم إلى 50% وأنتم أهل الخير دائما فبإذن الله أنكم راح تكملون 50% المتبقية فلا تبخلوا اغنموا اليوم ليلة العشر الأواخر